السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. بعد ما عملنا فيديو مقارنة المعيشة بين مصر والجزائر، كتير من التعليقات جات لي علشان نعمل فيديو عن أقل دخل في مصر وأقل دخل في الجزائر وربطه بالعملة الدولية زي الدولار أو اليورو ونعرف القدرة الشرائية بتاعته. لما جيت أفكر في الفيديو ده عشان أعمله لقيت فيه مفاجآت كتير أنا عن نفسي ما كنتش متوقعها، علشان كده اترددت كتير في إن أعمل الفيديو ده. مش عايز أقول لكم أنا والله العظيم بقالي 3 أيام بفكر أعمل الفيديو ولا معملوش، وطبعا الأسباب كتير. السبب الأولاني أنا مش كنتش حابب إن الفيديو يزعل بعض أصدقائنا في مصر، ولكن الحقيقة المرة لما الواحد يواجهها أفضل من إنه يفضل عايش على طول في مرار طافح. الواحد يواجه الحقيقة المرة علشان يحاول إن هي تتصلح. ده من ناحية. الناحية التانية السبب اللي مخليني ما كنتش عاوز برضو أعمل الفيديو، علشان هنا في الجزائر بعض أصدقائنا برضو بيزعلوا وبيقولوا الفيديوهات دي بتأثر بالسلب علينا، وإحنا بنطمح وبنأمل في وضع أفضل كتير من اللي احنا فيه. فطبعا أنا مقدر الكلام ده كله كويس، ولكن إزاي ما اتكلمش وإزاي ما أعملش فيديو واتكلم في موضوع زي كده وفي وقت أنا شايف فيه إن أبو الهول نفسه في مصر قرب يتكلم، اللي هو بقاله 7000 سنة قاعد في مكانه وما اتحركش من مكانه. من اللي بيحصل دلوقتي قرب ينطق ويتكلم، وفي كمان كلام ومعلومات غير مؤكدة بتقول ان هو اتكلم وناس سمعت ابو الهول وهو بيكلم خوفو صاحب الهرم الاكبر وبيقول له عاجبك يا خوفو الوضع اللي احنا وصلنا ليه في البلد في مصر دلوقتي؟ فرد عليه وقال له لا طبعا مش عاجبني، انا لو طلعت للناس دي انا هد المعبد على دماغ اللي فيه. فنرجع لموضوعنا ونشوف ازاي هنقارن اقل دخل في مصر باقل دخل هنا في الجزائر. والمفاجأة الأولى اللي لقيتها قدامي لما حبيت أعمل المقارنة دي، لقيت إن أنا عشان أقارن أقل دخل بمصر أقارنه بدخل البطالة هنا في الجزائر، اللي هو راتب البطالة أو البطالة اللي هو بياخدها الشاب أو الشخص اللي هو ما تحصلش على فرصة عمل، لأن هنا هلاقي العملية قريبة شوي. ولكن لو قارنت أقل دخل في مصر بأقل دخل هنا في الجزائر وقارنته بالقدرة الشرائية هلاقي المسافة واسعة. فعلشان ألاقيها قريبة شوية من ناحية القدرة الشرائية ومن ناحية كمان قيمة الأورو أو الدولار، لقيتها إن هي تمشي مع راتب البطالة. فإحنا مثلا لو خدنا مثال أقل راتب في مصر هو حوالي 3000 جنيه، ممكن 3 وممكن 3.5 أو 3500، ده هو أقل راتب في مصر حاليا. راتب البطالة في الجزائر اللي هو البطالة بتاع الشخص اللي لسه ما تحصلش على فرصة عمل وبيدور على فرصة عمل، بياخد راتب بطالة 15000 دينار، 15000 دينار أو 7 ورقات، 2 4 6 7.5، 1 2 3 4 5 6 7.5، 7 ورقات ب200، ورقة ب100، يبقى 15000 دينار. عندنا هنا دي 30 ورقة ب100 أو 15 ورقة ب200 جنيه مصري، اللي هي تعادل 3000 جنيه. وبرضو ممكن نحسبها على 3.5 لو الراتب ماشي على 3.5. تعال بقى نشوف القدرة الشرائية، وقبل القدرة الشرائية هقول لك ال 3000 جنيه دي تعادل كم أورو. كان من 20 يوم لما عملنا المقارنة بين المعيشة في مصر والجزائر كانت ال 6000 جنيه كانت بتعادل 100 أورو، يعني ال 3000 كانت تعادل 50 أورو. في العشرين يوم الأورو رفع والجنيه نزل، فأصبح 3000 تعادل 40 أورو، لأن 3000 في 75، الأورو دلوقتي ب75 أو اليورو ب75، وبيتراوح ما بين ال72 وال73 وال75، فماشي في الرينج ده. فاضرب 40 أورو في 40 أورو في 75 جنيه، هتطلع بال3000. تمام؟ برضو هنا علشان تكون العملية واضحة أكتر، دي تعادل ال 15000 دينار، هتعادل 62 أورو لو ضربتها في 240. عايز السعر البنكي،
ال 3000 هتبقى قريبه من ال 100 اورو في مصر، يعني مش هتوصل لل 100 اورو لان الاورو في البنك ب 34، ومش هتلاقيه طبعا، ومش بيتعامل البنوك مع الناس في الاورو، بس المهم ان هو ب 34، فهيبقى في حدود ال 3000 هتعادل 100 اورو، وبرضو ال 15000 دينار هتبقى هنا تعادل ال 100 اورو برضو في نفس الوقت، لانه هيبقى ب 150 دينار. تمام، يبقى 150 دينار ال 15000 دينار هتعادل 100 اورو، يعني في السعر البنكي هيتكافئوا مع بعض سوا، اما في السعر الحر بره هيبقى في فرق كبير، هيبقى ده 40 اورو وده 62 اورو. طب تعالى نشوف بقى القدرة الشرائية. القدرة الشرائية لل 3000 جنيه مصري اللي هو يعتبر راتب موظف، لو قارناها بسلعة واحدة، عشان في ناس قالت لي انت حطيت سلع كتير، وقلت ال 100 بتشتري بها ايه سلع، وال 200 تشتري بها ايه سلع، والناس ما فهمتش حاجة. احنا هنقارن على سلعة واحدة بس عشان الناس تفهم معانا. احنا ال 3000 جنيه لو حبينا نشتري بيهم مثلا زيت من اللي هي الإزازة بتاع 5 لتر، أو قرعة زيت بتاع 5 لتر، هتجيب لنا كم واحدة؟ اللي هي دي مثلا هتجيب لنا 8 من دي، 8 أزايز من دي، لأن دي في مصر الإزازة 5 لتر ب 375 وأكتر كمان، أنا حاسب على الأقل، حاسب على اللتر ب 70 جنيه، هو اللتر ب 100 وعدى ال 100، فلو حسبنا على ال 70 هتدينا 8. اللي بيتكلم بقى على ان الراتب بثلاثة ونص زيدها قرعة كمان، يبقى بدل 8 خليهم 9 قرعات. تمام، 9 ازايز زيت يعني، بكام بقى؟ بال 3000 جنيه. هتيجي بقى تشوف ال 15000 دينار القدرة الشرائية بتاعتها هتجيب 23، 23 من 8، لو ضربت 3 في 8 ب 24، يعني هيبقى ده تلت، ده ال 3000 جنيه تلت ال 15000 دينار في القدرة الشرائية، يعني 15000 دينار راتب البطالة القدرة الشرائية بتاعته أقوى 3 مرات من راتب الموظف العادي اللي في بيشتغل وبيروح شغله وبيركب مواصلات والكلام من ده كله، وراتب البطالة في القدرة الشرائية ضعفه 3 مرات. طيب لو أنا علشان اشوف حاجة تانية، مثلا لو خدنا سلعة تانية زي السكر، انا هتكلم بسرعة عشان الفيديو ما يطولش، لو خدنا سلعة تانية زي السكر ده القدرة الشرائية بتاعته كام؟ انا دلوقتي لو هشتري بده هشتري 60 كيلو، لان الكيلو ب50، يبقى 60 في 50 ب300، بالعملة المصرية 3000 جنيه المصري اللي هو راتب موظف هجيبه 50 كيلو. طيب براتب البطالة اجيبه قد ايه؟ هنا هجيبه 150، 150 كيلو، لان الكيلو ب 100 دينار هو المفروض ب 95 كمان، يعني خليه ب 100، يبقى 100 في 150 هيديني ال 15000 دينار، يبقى اصبح هنا برضو القدره الشرائيه تعتبر برضو نفس الزيت التلت برضو معانا. تمام، فاحنا هنا اتكلمنا بسرعه عن الراتب، اقل راتب في مصر، واتكلمنا على اقل راتب بقى، ده مش راتب، ده معونة بطالة او الدخل بتاع البطالة بتاع الشاب، وارجو محدش يزعل مني وما فهمش الفيديو غلط، ولكن احنا في توقيت عايزين نفهم او بنقول مصر رايحة على فين، والسبب في كل اللي بيحصل ده كله، والاوضاع دي كلها وصلت للوضع ده ازاي، وفي ناس جهابزة في مصر وأساتذة في الاقتصاد تقدر تحل الأمور دي كلها، ولكن هي مش واخدة فرصة ليه علشان تحل وتساعد في الحلول، زي مثلا الدكتور حسن الصادي طلع على التلفزيون في أكتر من برنامج، الراجل كان بيتكلم كلام زي الذهب تسمعه، يعني بيشرح لك الحالة الاقتصادية لمصر تشريح زي ما يكون طالب في كلية طب بيشرح ضفدعة، وبيشرح لك الحالة الاقتصادية تشريح مفصل، وبيجيب لك حلول لكل حاجة، والراجل ده كان في الكويت وقعد فترة كبيرة في الكويت، وأستاذ دكتور في الاقتصاد ومحضر 20 رسالة ماجستير ودكتوراه، وعنده حلول لكل المشاكل الاقتصادية اللي موجودة حاليا، بس هل من مجيب أو هل من مستمع يستمع للناس علشان يقدر إن هو يوصل لحلول قبل الامور ما تتفاقم اكتر من كده؟
أنا عملت الفيديو بعد تفكير عميق وتفكير كتير، أتمنى الناس تفهم وجهة النظر وتتفهمنا، وإحنا والله ما قصدنا من الفيديو ده يعني أي إساءة ولا أي حاجة. مصر دولة كبيرة، دولة حضارة ودولة أهرامات ودولة تاريخ، ولكن أنا ما أحبش أتكلم عن التاريخ كتير، أحب أتكلم عن الحاضر وعن المستقبل. التاريخ يشكر الجماعة الفراعنة اللي بنوا الأهرامات وسابوا لنا الحضارة، ولكن إحنا عملنا إيه بعد الحضارة؟ ومش هتكلم كتير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.